خليني بقى اطمن حضراتكم كمان على ايمن اشرف، طبعا لاعب النادي الاهلي قدر ان هو يشارك النهارده في التمرين الجماعي اللي كان النهارده الصبح على ملعب التاتش، وده كان طبعا اخر تمرين قبل مواجهه فيتا كلوب المقرر ليها يوم 16 مارس، اخر التمرين في التاتش طبعا قبل السفر. ايمن اشرف كان خضع لفحص طبي قبل انطلاق التمرين علشان نطمن على حالته بعد طبعا ما كان تعرض لاصابه بكدمه وشكوى من حاله اجهاد عام، وقدر ان هو ينفذ برنامج علاجي وتأهيلي وانتظم النهارده في التدريبات الجماعيه. بيتسو موسيماني زي ما قلت لحضراتكم حرص ان هو يكون في محاضره بينه وبين اللعيبه قبل انطلاق التمرين علشان ياكد على اهميه مواجهه فيتا كلوب، وان هو يركز على الجوانب الفنيه والخططيه قبل المباراه دي، واتكلم على مدى اهميتها بالنسبه للفريق الفتره دي، وكمان اكيد بالنسبه للعيبه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اللي في ثقه كبيره قوي في اللعيبه قبل المباراه. طيب هنجري مع حضراتكم في الاخبار سريعا عشان وقتنا. طاهر كمان نطمن بس الجماهير على طاهر، الحقيقه طاهر كمان بينفذ برنامجه التاهيلي ومع الفرقه ان شاء الله، احتمال كبير جدا يكون حتى لو خد حتى يعني جزء من المباراه، كان عنده جلسه في الجيم وبعد كده جري حوالين الملعب ونفذ بعض الفقرات كده والتدريبات التاهيليه طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي، وده ضمن او في اطار بقى برنامج كامل بيقوم بتنفيذه عشان يتخلص من حاله الاجهاد العضلي الموجوده في الفتره الاخيره. خلينا احمد بنقول قائمه الفريق المسافر للكونغو نفكر الناس بيها، طبعا محمد الشناوي، احمد رمضان بيكم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السوليه، وصلاح محسن، وقفشه، وسعد سمير، وناصر ماهر، واكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاييه، محمد هاني، مصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.